السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنسوناش من الليجام البنات اللي بغات اللحسه الفلاليه تواصل معايا في هذا الرقم. هذه لحسه طبيعيه 100%، ما فيها حتى شي حاجه اللي غادي تضركم ولا شي حاجه من الصيدليه ولا شي سيرو. كاينه ديال الدراري الصغار، كاينه ديال السيدات، وكاينه ديال الرجال، وكاين حتى الزيت ديال التسمين. دابا البنات غادي ندوزو لموديلات ديال المجوهرات. البنات اللي بغات شي حاجه تاخذ صوره من لا فيديو تحطها لي في الواتساب، توصل لجميع المدن وحتى خارج المغرب. وما تنساوش تخليو التعليق ديالكم. غنبدا لكم البنات بلي باك ديال 3 ديال البراسليات اللي تعجبوكم بزاف ديال الاوس. هادو البنات 220 درهم. وبالنسبه للموديل اللي كاينين هما هادو تيجيو 3، تيجيو زوينين. هادو تيتباعوا البنات 3. هادو ديال الأوس. بالنسبة لي براسلي ديال الإكس بي كاين هاد التشكيلة هادي. هادو البنات اللي بغيتو واحد ولا بغيتو جوج ولا ثلاثة، المهم بالنسبة لثلاثة البنات تيبقاو بميتين وخمسين درهم ثلاثة ديال البراسليات. اللي بغات واحد اللي بغات جوج، هانتوما لي موديل اللي كاينين في لي براسلي ديال الإكس بي. وكاين البنات الاطقم ديال الاكس بي تاني ديال 3 بيس، فيهم لاشين، فيهم الكورميطا، وفيهم الحلقات. هادو البنات 140 درهم، طقم ديال 3 ديال القطع. هادو لي موديل اللي كاينين. هادو موديلات ديال كل نهار ديروهم. كاين البنات تاني الاطقم اللي تيكون فيهم البراسلي، هادو فيهم البراسلي، فيهم الخاتم والحلقات ولاشين بالعلاقة. طقم هادو أطقم تاهما ديال الإكس بي، هادو 230 درهم. بالنسبة للموديل اللي كاينين هما هادو. كيف قلت لكم البنات اللي عجبها شي موديل تاخد الصورة، يعني دير كابتشي غيكون، اللي معرفاتش ندخل عندي الواتساب ونحط لها لي موديل. هادو أطقم ديال الإكس بي. ودابا البنات غادي نخليكم مع بعض الموديلات. هادو راه كنت وريتهم لكم في الفيديو اللي قبل اللي مازال ما شافتهمش. بالنسبة للأطقم ديال الحضور كاين شنو كاين تاني، براسليات بالخاتم، كاين بالة، كاين الرادكو، المهم بزاف الموديلات غتشوفوهم هنايا، كاين الحلقات. دونك شكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على التعليق الزوينه ديالكم. شكرا لكم، ونخليكم دابا في امان الله.